أعلن الحشد الشعبي نزوله إلى شوارع البصرة وتمركزه في المناطق الرئيسة في المحافظة. وقال المتحدث باسمه أبو ياسر البصري في مؤتمر صحفي إن الانفلات الأمنية دفع بقيادة الحشد للحفاظ على أرواح المواطنين حسب تعبيره. ورغم انشغالنا في جبهات القتال، لا تزال الجبهة قائمة يعني. ورغم انشغالنا في جبهات القتال في المناطق الساخنة، على أن الانفلات الأمني الواضح في البصرة والحفاظ على أرواح المواطنين واجب شرعي وأخلاقي وقانوني، حتم علينا النزول إلى الشارع لحفظ البصرة.